هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، طابت اوقاتكم واسعد الله مساءكم بكل خير من ارضيه ميدان سباق الهجن العربيه الاصيله في ارضيه ميدان المرموم. تحفه الميادين تتواصل انطلاقات اشواطنا في هذا المساء، وينطلق قبل قليل بحفظ الله ورعايته ليحمل هذه التحديات الشوط السابع الخاص بالجعدان الثنايا المحليات العصايل الذي تتنافس على تحقيق الفوز وتحقيق الناموس في هذا المساء. انطلق الشوط وانطلقت الامال مع المشاركين، يتقدم الجعدان الثنايا ويقودهن الكاسبي. يتقدم المشاركين، تعود ملكية الاسم الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد الحميري يتولى عملية تضميره، شاهين من الجانب الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع خليفة بن سالم بالصقعة يتولى عملية التضمير، بينما المركز الثالث يتقدم في ثالث المراكز في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق. ياتي في المركز الثالث ويتقدم هنا مياس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ومسري بن سالم بالعرطي الحميري يتولى عملية تضميره. المدير ياتي في المركز الرابع لسمو الشيخ محمد بن ذياب لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، ويضمر الصادق بن فضل الأمين يتقدم على المركز الرابع. أما المركز الخامس يتقدم فيه مستحيل لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي وفايز بن غافان اليابري الطبيب الشعبي الذي يقوده في التضمير، بينما المركز السادس سادس المراكز من الجانب الآخر يتدخل وياتينا، وهذا سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مضمر سهيل بن مبارك بن مرخان، ويتواجد هذا هو مطيلان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ويضمر عبيد بن محمد بالضبيعة. هذه النتيجة لهذه الأسماء، وهناك المركز السابع أو المركز الثامن نشوف المركز الثامن، هذا هو يتدخل لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ويضمره حمد بن خميس الغويص، يتقدم في هذه اللحظات ويندفع حاملا كذلك هذا التحدي واسم سراب. اسم سراب، هذه النتيجة للمراكز المتواجدة والحاضرة في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع. نعود مرة ثانية مشاهدي الأعزاء بعد ندانا الأول للعشر المراكز الأولى، والكاسبي يتصدر الجعدان ويتقدمهن على رأس الحربة، يقود مسار هذا الشوط لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة وتضمير سعيد بن عبيد الحميري، بينما ياتي شاهين في المركز الثاني ولا الصويغي الله، ذكريات يا ابو سالم، بنسميه الصويغي وبنقول هذا الصويغي على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ومع كابتن المضمرين خليفه بن سالم بالصقعه اللي يقدم الصويغي وذكريات الصويغي وانجازاته مع بالصقعه. اشكرك مشكور يا ابو سالم. الله، المركز الثالث يتقدم في ثالث المراكز مياس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، مسري بن سالم بالعرطي الحميري يتولى عملية تضميره، بينما المركز الرابع ياتينا في رابع المراكز وهذا سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سهيل بن مبارك بن مرخان يتولى عملية تضميره، ياتي المدير لسمو
سمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف نهيان هو الصادق بن فضل الأمين يضمره، وهناك يتقدم في هذه اللحظة. مستحيل، الله مستحيل، بدأ يتحرك. مركز أبو حمد مركز، يا سلام، نتمنى لك التوفيق. وهذا مستحيل لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي يضمره فايز بن يضمره فايز بن غافان بن حمد الجابري، الطبيب الشعبي المتابع وإعلامينا كذلك المتواجد أيضا في دور التضمير وفي دور المشاركة الفعالة. يا سلام، مشكور مشكور يا أبو حمد. المركز السابع، سابع المراكز، هذا هو يتواجد في هذه اللحظات، اللي هو مطيلان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بن ضبيعة يضمره، وكذلك تواجد في هذه اللحظات اللي هو سراب لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وتضمير حمد بن خميس الغويص. هذه النتيجة للمراكز الحاضرة والمنطلقة في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله على الجعدان والثمانية كيلومترات، المسافة الطويلة الذي تكون فيها البداية بتأني وبهدوء، ولكن انتظروا بعد لوحة الاثنين كيلومتر تبدأ السرعة وتزيد وتنطلق الآمال كذلك مع المضمرين ليحققون النصر والفوز بهجن أصحاب السمو الشيوخ الحاضر والمنطلقة في هذا الاندفاع. يا سلام، نعود إلى الكاسبي اللي في المركز الأول يسيطر على مقدمة الشوط لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، لا زال مسيطر ومصر على البقاء في هذا المكان وفي هذا الموقع المرموق والجميل على المقدمة. يلي مياس في المركز الثاني ولسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرطي الحميري يضمره. بدأ مستحيل يتحرك، بدأ مستحيل يتحرك، الله مستحيل لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي، وهذا مستحيل. سلالة صغانية، سلالة سلهود بن طرشوم يتحرك يتحرك ينافس على ناموس هذا الشوط، وفايز بن غافان بن حمد اليابري يتولى عملية تضميره وتدريبه في المركز الثالث. بينما المركز الرابع، شوف التحرك، شوف التحرك، المدير لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق بن فضل الأمين يضمره، وكذلك يتواجد اللي هو مطيلان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع عبيد بن محمد بن ضبيعة، ويأتينا ويبدأ التحرك من سراب لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وحمد بن خميس الغويص. هكذا النتيجة، وهناك أيضا اللي هو الصويقي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع خليفة بن سالم بالصقعة. هذه النتيجة وهذه الانطلاقات وهذه الأثارة في هذا المساء يحملها ميدان المرموم والثنايا والثمانية كيلومترات. يا سلام، شوف هذه الأسماء، الست الأسماء تقاربت من بعضها، ويدل ذلك على أن بيكون آمال للفوز، آمال للناموس، آمال الوصول في المركز الأول إلى خط النهاية لأنها متقاربة. مياس يقودها، يقود الجعدان مياس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يتولى عملية تضميره. الخبير في التضمير أبو حمد مسري بن سالم بالعرطي على المركز الأول، بينما المركز الثاني، الثاني الكاسبي لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، وهناك المدير لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف النهيان يضمر الصادق بن فضل الأمين. وبدأ مستحيل، مستحيل الليلة، الليلة مستحيل. يا سلام، مستحيل لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز بن غافان اليابري يقوده في التضمير. يا سلام، يا سلام، بدت التحركات. يا سلام، يحمل مشاهدينا متابعينا الكرام، يحمل هذا الشوط كذلك في طياته الكثير والكثير.
يا سلام، اتجاهنا مباشرة إلى خط النهاية وإلى الناموس ومياس بالمركز الأول. مياس على رأس حربة هذا الشوط بالمركز الأول لاسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمره اللي هو مسري بن سالم بالعرطي الحميري، يقدم مياس أبو حمد. بينما المركز الثاني، الله يا سلام، المركز الثاني مستحيل مستحيل لاسمه الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي، يقود أحد فطاحلة التضمير اللي هو فايز بن غافان اليابري، كذلك مقدم لنا مستحيل، مقدم مستحيل. المركز الثالث 1200 يا أبو حمد، روح يلا يلا يلا، الأوامر الأوامر، يا سلام يا سلام. المركز الثالث، الثالث اللي وصل له مشاهدي الأعزاء الكاسبي، عاد مرة ثانية للتنافس الكاسبي لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، وخلاص الثلاثية، الثلاثية مياس ومستحيل والكاسبي. الله، بدأت كلهم الثلاثة سلالة صغانية، يا سلام، شوف السلالة الصغانية، شوف الإبداع. ولكن هناك هناك مياس، مياس مياس على المركز الأول، مياس على مقدمة الشوط على المركز الأول، ينطلق بهذا الشوط، يندفع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضم رمسري بن سالم بالعرطي الحميري وهو يتقدم المشاركين مستحيل. في المركز الثاني لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي، يضم فايز بن غافان اليابري على المركز الثاني، ولكن مياس خلاص خلاص، مياس انطلق على المقدمة على المركز الأول. يا سلام، الأربعمية متر الأخيرة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ومسري بن سالم بالعرث يقوده في التضمير، وهو يسيطر على مساري هذا الشوط بجدارة وبأداء جميل على مستوى هذا الشوط، وينفرد بالمركز الأول بدون أوامر وبعرضه التلقائي والذاتي، يقرب من خط النهاية، يقرب من الساحة الخضراء، يقرب من المنصة ليعلن الفوز. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، والتهنية لأبو حمد مسري بن سالم بالعرطي الحميري على هذا الفوز والناموس. بينما المركز الثاني أتى في مستحيل، ما قصر، أقدم أداء جميل لسمو الشيخ أحمد بن سعيد النعيمي. والمركز الثالث، نشوف الثالث، الكاسبي هو المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، والرابع عموما على كل حال، والخامس، وبقية المراكز اللجنة لها متابعة. فذلك بنعود إلى التوقيت الزمني مع أبو عدنان، مع مخرجنا، مع الأخوة القائمين على إخراج هذا السباق وتصويره وإبداعه في ميدان المرموم على أرضية هذا الميدان. يا سلام يا سلام، هذا هو مياس في 13 دقيقة 27 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وتهانينا وتهانينا لمسري بن سالم بالعرطي الحميري. بينما وصل في المركز الثاني مستحيل، قدم أداء جميل وتنافس رائع لمستحيل، قطع المسافة في 13 دقيقة و20 ثانية وستة أجزاء من الثانية. التهنية نقدمها لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي، وتهانينا لفايز بن قافان بن حمد اليابري على الفوز بالمركز الثاني في تضمير مستحيل، وسلالة سلهود بن طرشوم الذي قدم هذا الأداء الجميل. بينما وصل في المركز الثالث الكاسبي لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، بنشوف توقيته على الشاشة، على الشاشة التوقيت. التوقيت الزمني 13 دقيقة 41 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في مساء هذا اليوم.